أهلا بكم. بعد مرور نحو سنة على تشكيل حكومة السودان لا تزال فقرات المنهاج الحكومي في الأدراج أدراج المكاتب الحكومية رغم الضجة الإعلامية عن منجزات هذه الحكومة في تكرار واضح لسيناريو الحكومات السابقة كما يقول المراقبون والناشطون. وكانت أبرز وعود حكومة السودان غداة تشكيلها هي حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد الحكومي، ومعالجة أزمتي الفقر والبطالة، ورفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وإنهاء انتشار الجيش والميليشيات المسلحة في المدن المنكوبة، وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وخدمية، حيث عرضت حكومة السودان بعض الإجراءات والخطوات باعتبارها منجزات كبرى، فيما رآها الناشطون أنها إجراءات هزيلة ويليق بها التهكم والسخرية وليس الثناء. لكن أنصار الحكومة دافعوا عن الحكومة بالقول إن فترة سنة غير كافية لوضع تقييم شامل وكامل وموضوعي للأداء الحكومي، خاصة وأن تشكيل الحكومة كان نتاج أزمة سياسية كبيرة، وأن الحكومة قدمت إنجازات كبيرة لا يستهان بها في ملف الخدمات العامة. منجزات حكومة السودان بعد مرور سنة على تشكيلها، وما الذي تحقق فعلا من فقرات المنهاج الحكومي، هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية. بعد سنة من عمر حكومة السودان، ما الذي تحقق فعلا من المنهج الحكومي الذي أعلنه رئيسها غداة تشكيلها؟ وهل رفع بعض السيطرات الأمنية في المدن المنكوبة وإنشاء معمل لتصنيع إطار عجلات الهامر العسكرية تعد منجزات أمنية وعسكرية كبيرة؟ وكيف ستحارب المنصة الشبابية التي أطلقها السوداني الفساد الحكومي المتغول وضباعه من ميليشيات وفرق موت خاصة وأحزاب السلطة الطائفية؟ وهل فعلا أن فترة السنة من عمر الحكومة غير كافية لتقديم تقييم شامل وموضوعي لأدائها كما يقول أنصار الحكومة؟ ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي. قد يكون السوداني أكثر رؤساء الحكومات إطلاقاً لشعارات الإصلاح والتنمية، ولعل مجيئه على خلفية صراعات طاحنة بين الأحزاب وصلت إلى حد السلاح هو الذي جعله متحمساً ليغرق في أحلام الإصلاح الموهوم، معتمداً على آلته الإعلامية النشطة التي تصور كل حركة أو قرار يقوم به السوداني على أنه إنجاز. عام كامل مضى منذ أن تشكلت حكومة السوداني مطلقة شعار ملاحقة الفاسدين وإعادة الأموال المهربة من الخارج وإيجاد آلية عمل تقضي على المحسوبية والرشاوة وتطيح برؤوس كبار الفاسدين. هل ترجمت هذه الشعارات إلى واقع؟ يكفي للمراقبين أن يستندوا على التصريحات النيابية والمصادر الحكومية التي تؤكد كل يوم أن الفساد في مؤسسات الدولة يزداد استشراءً وتتفاقم مشكلة الترهل الوظيفي، ومكاتب الموظفين في معظم الدوائر الحكومية أصبحت مراكز للرشوة. أما عن الفاسدين فها هم قيادات الأحزاب الذين نهبوا ثروات العراق يعيشون خارج السجون، بل يهيئون أنفسهم لانتخابات مجالس المحافظات القادمة. وعن وعود السودان بإصلاح الواقع المعيشي فها هو تضخم الأسعار يثقل كاهل المواطن، وتقلب صرف الدينار انعكس سلبا على السوق العراقية، وبالتالي فإن نسب الفقر باعتراف المصادر الحكومية آخذة بالازدياد. وبالنسبة للملف الأمني فإن التغير النسبي الذي حصل بإزالة بعض السيطرات من المدن فذلك لأن ميليشيات الإطار هي التي تدير الحكومة، ومن مصلحتها تهدئة التوترات الأمنية كما يقول مراقبون، وإلا فإن السلاح المنفلت ما زال هو السمة العامة من الناحية الأمنية. أهم ما يحتاجه المواطن العراقي لم يتحسن بعد مضي سنة من حكم السوداني، فما حاجة العراقيين للإنجازات الشكلية التي أثارت سخرية الناشطين كإنشاء معمل لصناعة إطارات سيارات الهامر الأمريكية أو إطلاق منصات شبابية لمكافحة الفساد كما يروج؟ وهل بمقدور الشباب الذي يقمع حين يعبر عن رأيه أن يواجه حيتان الفساد وعرابيه؟ إنها منجزات حتى فريق الترويج الإعلامي في مكتب السوداني يصعب عليه الاقتناع بها.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في القائمة التي عرضتها حكومة السوداني بعد مرور سنة على تشكيلها باعتبارها منجزات تحققت من بنود المنهاج الحكومي الذي عرض غداة تشكيلها. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي يكون هنا في الاستوديو، ومعنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور. الحكومة قدمت يعني جملة من المنجزات، الفقرات، على أنه يعني تحققت من فقرات وبنود المنهاج الحكومي الذي قدم رئيسها غداته يعني أو بعد تشكيلها، وأنها منجزات والقادم إن شاء الله يكون يعني أفضل. هذا الذي قدم الآن هل فعلا تعد منجزات تحسب للحكومة وأنها نفذت شيء من البرنامج الحكومي وإن لم يرتقي إلى المطلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك لك الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا دكتور. الحقيقة كل حكومات عندما تشكل في كل بلدان الدنيا لديها برنامج تضعه أمام البرلمان ويوافق عليه البرلمان، برلمان ممثل للشعب، وبعد دراسته يوافق على هذا البرنامج يمكن أن تشكل هذه الحكومة بموافقته، وتبدأ المحاسبة، تبدأ المراقبة لهذا البرنامج، ما الذي ينفذ منه، كم نفذه، نسبة كم التنفيذ في أول 100 يوم، كم التنفيذ، كم نسبة التنفيذ في 200 يوم، وهكذا إلى السنة. يعني عندما أسمع في مقدمة حضرتك عندما تتحدث تقول إنه البعض يقولون إنه مدة السنة غير كافية، غير كأصال الحكومة في كل الدنيا مدة السنة مدة طويلة جدا جدا في حسابات الشعوب، في حسابات بلد مثل العراق مدمر يحتاج إلى سرعة، يحتاج إلى إنجاز، يحتاج إلى نسب تتحقق ولها وقع على الأرض، وبالتالي أنت تعود يعني الفقرة. دكتور خليني أكمل حتى أنقل الفقرة تماما. أنصار الحكومة يقولون ليش سنة غير كافية؟ هذه الحكومة ولدت بعد أو على أنقاض أزمة طاحنة كادت أن تتحول إلى حرب عسكرية بين الميليشيات. هذه حجتهم. الحجة الثانية أن الوضع في العراق ليس كما في أي حكومة أخرى، هناك جبال من التحديات والصعاب والسلبيات التي تملأ العراق، لذلك السنة غير كافية. نعم هذا صحيح. إذا ما يعني اعتبرنا أنه الحكومات التي تشكل ليس لها علاقة بالحكومات السابقة، لكن من عام 2003 لحد الآن كل القوى السياسية هي نفس ترشح نفس الوجوه ونفس الأشكال ونفس نفس الأحزاب ونفس القوى، يتبادلون المواقع، هذا يطلع إلى الأمام والآخر يتراجع إلى الخلف. وحتى محمد الشياع السوداني لم يكن وزيرا في عدة حكومات، وكان مع المالكي وكان نائبا، هو مو غريب عن العملية السياسية، هو جزء منها، والباقين كلهم مشتغلين في هذه العملية السياسية وهم أبناء هذه العملية السياسية. فإذا الحجة هذه غير مقبولة ولا تقبل. أما أنها أزمة وأزمات أمنية هذه موجودة من عام 2003 لحد الآن، والصراعات بينهم مستمرة الآن واستبقى مستمرة ما داموا هم يعني ما دام يتواجدون في العملية السياسية، وما دام العملية السياسية قائمة سيبقى هذا الصراع بينهم واستبقى هذه الأزمات قائمة. فبالتالي الحجج هذه مرفوضة وغير مقبولة. العراق بحاجة إلى برنامج ينتشله من ضياع، من كارثة ركام. كبيرة، ركام كبير، وهو قدم برنامج حكومي، برنامج عندما تقرأه لا تعرف يعني ماذا تقول عنه، هل هذا خرافي، هل هذا لا يفهم، هل هذا يعني خيالي، لا يمكن تطبيقه بهذا الشكل، لأنه يحتاج إلى إطار آخر، يحتاج إلى إطار غير الإطار الذي هو موجود الآن، لا يحتاج إلى إطار ميليشياوي وأفكار ورؤى هي متخلفة وهي ماضية في طريقها بالفساد والخراب والسيطرة على الملف الأمني بالطريقة التي موجودة في العراق. فبالتالي أنت تنظر إلى هذه النقاط كيف يمكن تطبيقها. وعلى ذكر الملف الأمني اللي حضرتك تطرقت إليه، عندما تنظر إلى البرنامج يعني يقولون هذا ما حققناه في الملف الأمني خلال سنة كاملة، هل تبكي، هل تضحك، لا أعرف. سنأتي نقطة نقطة على البرنامج الحكومي وبرنامج. نعم. أيضا البرنامج الشبابي. مساء الخير دكتور قحطان. مساء الخيرات والبركات حضرتك مشاهدين والضيف الكريم. أهلا وسهلا.
دكتور، هناك الحقيقة حملة من التهكم والسخرية بعد إعلان الحكومة أو على أثر إعلان الحكومة للمنجزات التي قدمت يعني بعد سنة على تشكيل هذه الحكومة اللي سميت حكومة خدمات، وجاءت أيضا من رحم يعني أزمة كبيرة سياسية. الحقيقة هناك عملية يعني من يقول لا يجوز تسخيف والتهوين من المنجز الذي قدم، وإن كان لم يرقى إلى حجم التحديات الموجودة في العراق، لكن هذه منجزات يمكن أن يبنى عليها وتستكمل مسيرة المنجزات. هل الذي تحقق فعلا منجز يفرح الرأي العام العراقي والحقيقة ويبعث فيه أمل؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. هلا دكتور. نتمنى أن نناقش الموضوع بعلمية، يعني نحن كمراقبين كمتابعين موقفنا من العملية السياسية والحكومات واضحة ثابتة ما تغير. نقطة ذكرها زميلي قبل قليل أن الحكومة هذه هي النتيجة إلى الحكومات المتراكمة السابقة. اثنين، أكو نقطة إضافية أيضا، أنه أيضا في الحكومة الحالية هي هناك أطراف تعود عليها الأسباب الأساسية للفساد والخروقات والتقصيرات المتكررة. إذا الحكومة الحالية هي وإن ظهرت من خلال رحم العملية السياسية الخاطئة والحكومات المتعاقبة التي هي توارثت الفساد، الآن مضاف عليها عبء آخر هو أن أركانها المختلفة هي جزء من هذه المنظومة الفاسدة. علي أنا في رأيي بهذه المعطيات ينبغي أن يكون الإنجاز أقل 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 من كذا بالمئة من الصفر، ولكن كمنطق عام إلى حد معين إذا تابعنا متابعة بسيطة وجدنا هناك بعض المتابعات الشكلية التي لا بأس بها إلى المخدرات، لا بأس بها إلى متابعة بعض الفساد وإحالة بعض الفاسدين، رغم أن إذا تحدثنا عن الفاسدين سنصطدم بموضوع نور زهير وينتهي كل الهيكل ينحاول من سوقه ونسوقه، ولكن أقول هناك إن كان هناك محاولات إلى رئيس الوزراء للتعديل للتصحيح هو لا يمكن أن يقدم شيء. لذلك أعتقد هذه قد يراها كبيرة نسبية لأنه مقتنع أن المتغيرات أقوى منه. وبالتالي أنا أقول خلاصة الكلام، ما قدم من تبريرات للتقديم للتحسين الإداء هو لا يمكن يؤخذ به بشكل إيجابي، ليس لأن الحكومة قد قصرت، لا، لأن القوة المسيطرة على الفساد ما زالت هي مسيطرة. وبالتالي أعتقد أن هذا الذي حصل من إعلان هو شكلي ليس أكثر، والواقع يشير إلى أن لا تغيير حقيقي على مستوى يدلل على هيبة الدولة وارتكاز ثوابتها الأساسية للعمل الإيجابي بقدر ما هي شكليات ثانوية، كما سمعنا أن منصات شبابية لمتابعة. سنتحدث دكتور عن هذه الفقرات، اسمح لي حتى يعني أخذها نقطة نقطة. دكتور رافع، الحقيقة نعم. الحكومة أقرت ميزانية ملياريه انفجاريه لثلاث سنوات، القيمه السنويه على ما اعتقد 154 مليار، يعني مبلغ خرافي. الدوله العراقيه ربما لم تشهد خلال الحديثه لم تشهد خلال يعني تاريخها من 21 الى اليوم. ما الذي يمنع تحقيق بعض المنجزات بهذه المليارات، الجبال من المليارات من الدولارات طبعا؟ نعم استاذ ماجد، نحن لدينا ربما ملفات رئيسية أو نقاط رئيسية يجب الحديث عنها. هناك الملف السياسي، هناك الجانب السياسي، هناك الجانب الاقتصادي، هناك الجانب الأمني، هناك الجانب الخدمي، على الأقل هذه التي نتحدث بها. فعندما تنظر إلى الجانب السياسي ترى أن الوضع على ما هو عليه وأسوأ من السابق، صراعات سياسية، وضع غير طبيعي، برلمان مؤيد لميليشيات وحكومة مشكلة من ميليشيات، قوى متناحرة، الكل يتربص بالكل، ثقة غير موجودة، الكل يخاف من الكل، وهناك توتر، وهناك مثل ما يقال قنبلة موقوتة ربما تنفجر في أي لحظة بين هذه الأطراف، لأن هناك صراعات قوية بينهم. هذا في الجانب السياسي لم يتغير شيء، بل الحال زاد سوءاً. نعم. في الجانب الاقتصادي نحن لدينا مشكلة كبيرة. نحن بلد ريعي نعتمد على النفط،
وفي البرنامج الحكومي تحدث أنه خلال 3 سنوات راح نحقق 80% من واردات العراق ستكون غير نفطية. بعد مرور سنة ما هي النسبة التي تحققت من هذا؟ أنت تنظر حتى لو 2% حتى لو 1% سنتحدث عنها ونقبل بها. من 80% لم يتحقق شيء، ما زال النفط هو الوارد الأساسي لمواردنا كلها. لا صناعة عندنا، وربما الوحيد، هو الوحيد، صناعة غير موجودة، زراعة غير موجودة، بالعكس انهارت أكثر، استثمار غير موجود، القطاع الخاص ما زال بعيد جدا جدا، المصانع الصغيرة، الخدمات الصغيرة كلها غير موجودة، ما زال الاستيراد هو الأساس، ما زالت حدودنا مفتوحة، بلد مستورد مستهلك لكل البضائع لا ينتج شيئا. هذا بالجانب الاقتصادي. في الجانب الأمني، لاحظت بالجانب الأمني عندما تحدث يعني يفعلون شيئا يغمطون فيه حق المواطن، يضيقون على المواطن، بعد ذلك يرفعون جزء من عنده يعتبرونه منجزا. هذه كارثة. تضع سيطرات وتحد من حركة المواطن وحريته وتأذي للمواطن، بعد ذلك تقلل من هذه السيطرات تعتبره منجزا وتكتبه هذا منجزا في إنجازاتك. هذه الدكتور السيطرات ليس عرقلة وإنما عملية مساومة وابتزاز وإتاوات. فعلا أنت في الجانب الأمني عندما تنظر إلى العراق، بالذات العراق، نتحدث عن العراق، ما الذي تريده في الجانب الأمني كمواطن؟ أنت تريد أن يتخلص العراق من السلاح المنفلت، هذا السلاح من الميليشيات والعصابات والخطف والقتل، هذا الذي تريده في بالأمن. هذا كان واحد من الوعود التي قدمت في البرنامج الحكومي عند التشكيل. نعم، تشعر بالاستقرار. طيب الآن عندما تسأل بعد سنة ما الذي فعلته على السلاح، الآن لدينا مكاتب تبيع أكثر من 300 أو أكثر مكتب تبيع السلاح على الإنترنت، السلاح في كل مكان، العشائر تتقاتل في السلاح. خلال هذه السنة التي مضت، هذه السنة نتحدث بها، أكثر من 45 إلى 46 48 صراع عشائري بسلاح الدولة، بسلاح الدولة، والسلاح متوسط وثقيل استخدموا، حتى الطائرات المسيرة استخدمت بعض العشائر. طيب إضافة إلى صراعات بين الميليشيات، صراعات بين عصابات، قتل، اغتيالات، ما الذي تحقق؟ لا تستطيع الدولة، إذن لم تفعل شيئا في الملف الأمني. هذا أهم ملف. أنت تخلص من الميليشيات، الميليشيات الآن متحكمة بالشارع، وأخذ نتيجة قريبة جدا، ميليشيات الحشد الشعبي تقرر لنفسها أن تعطي لنفسها إنذار بدون القائد العام القوات المسلحة، وتدعي أنها تابعة القائد العام القوات المسلحة. هم يقولون يعني أعطينا إنذار جيم ودخلنا بالإنذار جيم، وقيادة الميليشيات يجتمعون بدون إذن حتى القائد العام القوات المسلحة، بدون علم وبدون وجود القائد العام القوات المسلحة. إذن هذه القوات الميليشيات التي تعتبرونها جزء من المنظومة الأمنية، هي ليس لها علاقة بالمنظومة الأمنية، تتلقى أوامرها من غير مكان. إذن أنت لديك قوى أمنية برؤوس كثيرة وأضعفها الرأس الحكومي. تأتي إلى ملف الخدمات وهو هذا المهم. دكتور اسمح لي حتى بس نأجلها وما نطول على دكتور. نعم. قحطان دكتور، الحقيقة هناك من يقول، يعترف أنه الخطوات تنفيذ البرنامج الحكومي وبنوده بطيئة، ليست بالمستوى المطلوب، تسير ببطء، لكن هناك منجز عملي على الأقل بعض من هذه البنود، وخاصة في ملف الخدمات. الحكومة سمت نفسها أنها حكومة الخدمات العامة، الخدمات العامة. كمراقب تسجل، لاحظت أن هناك خدمات حقيقية تحققت حتى وإن كانت خجولة، حتى وإن كانت بسيطة؟ لا، المواطن العراقي ثبت إخفاقات مضافة. هذه التشويقات والألفاظ، دولة قانون ودولة خدمات ودولة تنمية، هذه للتشويق المحلي. الواقع الحالي يشير إلى أن كل أسباب التخلف وأسباب حالة التردي على المستوى الصحي، على مستوى التعليم، على مستوى الخدمات العامة، شوارع بغداد شوارع يعني يرثى لها حقيقة الأمر في كل الدلالات والمقاييس. كل شيء في العراق معطل. يعني أنا لا نغاطع أنفسنا ونقول قدم شيئا وقدم شيئا، وحتى إذا ما حصل بعض البنايات أو الشوارع في محافظة هذه أو تلك، هي ليس من أجل انهاض العراق بقدر ما هي عملية مساومات ومتسابقات ما بين القوى السياسية المتناحرة.
وكل مجموعة تفتخر أنها بنت في المنطقة الفلانية، والعراق كدولة، كهيبة، كسلطة، كأمن، كنظام، صفر ومتردي. إذا نحن أمام حالة حقيقة الأمر متردية. السبب دائما هو معروف، لأن الفساد ما زال هو المتحكم والقوة السياسية المتنفذة. على سبيل المثال، حتى هو رئيس الوزراء عندما أدعى أنه يحاول أن يغير بعض الوزراء لم يسمح له بالتغيير واستمر على الخطأ. إذا أين أنت من الرغبة الحقيقية للتغيير عندما تمقن عند الأدوات التي تمتلكها؟ من الذي منعه من التغيير دكتور؟ من الذي منعه من تغيير وزراء فاسدين؟ لأن هو جاء بصفقة معينة بين الكتل السياسية لهذه الوزراء. العملية كلها خطأ، صفقة سياسية جاء به لحسابات دقيقة، ولديه برنامج خاص يجب أن يسير عليه. ادعي ما تدعي وقدم ما تقدم من وعود، ولكن إياك أن تحتك بمصالح الفصائل المسلحة، بمصالح القوة المتنفذة في العراق. وأقل دليل امبارح عندما أنا شخصيا امتدحت خطابه في مؤتمر القاهرة المهزلة، ثاني يوم مندوبة بالأمم المتحدة يصوت ضد غزة. إذن لا يملك لا هو والذي قبله ولا الذي يأتي بعده قرار، لأن القرار في يد الدولة العميقة، القرار في يد قوى أخرى هي التي تسيطر على الموضوع. يبقى أنه يعطى له هامش للظهور بأنه قدم شيئا هنا وهناك. الصحة التي قال عنها أنا لا بارك الله بي، إذا تبقى الصحة هكذا، الصحة لحد الآن أنا مبارح أمام ناس في مستشفى يرموك يبكون من الدم، غير موجود دم لأجل يسحب إلى مريض بينه وبين الموت دقائق وثواني. فهذا البلد يعني هو مأساة. أما أن يدعي أنه قدم شيئا شكليا لكي يبدو أنه السنة أمضاها إيجابية، أنا أعتقد لا. وفعلا لو حسبت مستوى الإنجاز ينبغي أن يكون أقل تقدير ثلث الخطة، لأنه أو ربع الخطة أقل تقدير اللي في حساباته، هي لا تتجاوز نسبة شكلية من جزء من المية. أين المعجزات؟ فأخي العزيز لا يقدم نهائيا للعملية السياسية الخاطئة أساسا. أشكرك دكتور رافع. في الجانب الأمني رفع السيطرات هذا منجز، وأيضا عد منجز آخر إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المنكوبة أو المستعادة، وقضية يعني ما أعرف المخبر السري أيضا هذا يعني كان منجزا، تدقيق أمني لغيناه بعد 20 عام، هذا منجز أيضا عدت الحكومة. ما هو هذا المشكلة أستاذ ماجد، هذا الذي قلته، هم يجدون عوائق يسحبون بها صلاح يعني حقوق المواطن، يضغطون على حقوق المواطن ويصادرون حقوق المواطن، وبعد ذلك يعيدون جزء من هذه بشكل شكلي ويقولون انه هذا منجز. بس دكتور ايضا هذه خطوه الحقيقه يرتاح لها المجتمع، يتخلص من السيطرات وابتزازها وتهديدها وإتاواتها، ومن التدقيق الامني الذي اودى بحياه مئات الالاف بتهم كيديه بتشابه اسماء، ايضا خلصوا من عنده. بعد ماذا؟ إيه؟ بعد سنه كامله اعتقل الكثير باطلا، رمي بالسجون. سأعطيك مثالا واحدا، عندما عقد مؤتمر القمة في بغداد، نعم، قمة العربية، نعم قمة العربية، اعتقل عدد كبير من العراقيين لحد الآن في السجون مغيبين، أهلهم يدورون عليهم، لا أحد يعرف أين هم. القضية ملتبسة، القضية ضايعة الحقيقة. فبالتالي هذا الحديث عن ملف أمني بإنجازات كذبة كبيرة، لأنه هي حتى وزارة الداخلية غير مسيطرة على أدواتها. هي في داخل مبنى وزارة الداخلية هناك يعني قيادات ورؤوس تتحكم بعيدا حتى عن الوزير، لا يستطيع الوزير حتى يتدخل. عدنك دكتور قحطان، نتوقف عند هذا الفاصل ونكمل، لأن الفاصل الآن موجود. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي. ابقوا معنا. دللوش يا الولد يا ابني دللوش، وعدوك سكن بيتي دللوش.
العراق حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف. هرول أموتكم وعلي. طبعا هم مو خيم، ما حيوانات، بس احنا البشر قاعدين به لان ماكو حكومه عراقيه. هناك من مات في الصحراء، وهناك من ذهب باتجاه بغداد واغلقت في وجهه. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي تبحث في ما اعتبرت حكومة السوداني منجزات كبيرة لها بعد مرور سنة على تشكيلها. ضيفات الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور، استكمال النقطة العسكرية أو تحقيق المنجز الأمني، أيضا الحكومة يعني يبدو حملت المجتمع المعني أنه راح تنشئ معمل لصناعة تايرات وعجلات ل السيارات الهمر العسكرية، هذا أيضا درجته في منهاج المنجز. نعم، قبل هذا، قبل الحديث عن هذا، أريد أن أتحدث، يعني حضرتك أشرت قبل الفاصل كنت تتحدث عن السيطرات التي شالوها والتدقيق الأمني. نعم، قد يكونون رفعوا هذا، لكن ماذا فعلوا؟ جاءوا بالميليشيات، وضعوا مقراتها داخل هذه المدن. نتحدث عن مدن اللي يسموها المدن المحررة. نعم، رفعت هذه، لكن أدخلوا في داخل المدن هذه مقرات للميليشيات، وهذه المقرات للميليشيات تتحكم بالناس وتصادر حريتها لم تكن تتماشى مع السياسة التي تريد هذه الميليشيات. هذا واقع أمنياً واقتصادياً. نعم، تتحكم بهم أمنياً واقتصادياً. فأنت رفعت هذه السيطرات، لكن أدخلتها إلى داخل المدن وسيطرت على المدن بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الفجة. هذا واقع الحال. فبالتالي هذا الوضع غريب. ومن ضمن هذه المضحك انه يعني انت عجلات لسيارات الهمر اللي اشتروها من الامريكان، اللي تركوا لهم الامريكان واخذوا فلوسها، ويعتبروا منجز امني هذا، يعني فت قضيه، مع انه البلد كله يستورد بالمليارات، يستورد لا اعرف ماذا يستورد، والبلد من سيء الى اسوء، اقتصاده في اسوء حالاته. لكن اريد ان اتطرق الى موضوع هو المهم في هذه القضيه، انهم في الجانب الخدمي والذي يرتبط بالجانب الاقتصادي. نعم، ذهبوا بتفكير لا اعرف، قد يكون البعض نصحهم به، او هم هناك تظاهرات، هناك ناس تبحث عن عمل، نسبه البطاله عاليه جدا جدا، هناك ثوره ممكن ان تنفجر في اي لحظه. قالوا ماذا نفعل؟ كل العالم ينصحهم، والنظريات الاقتصادية وعلم الاقتصاد ينصحهم يجب إعادة هيكلة دوائر الدولة. لدينا أكثر من 4 ملايين موظف، كارثة كبيرة، هذا ترهل كبير، يجب أن تقلل هذا العدد وتذهب بهم إلى مصانع، إلى غير شيء. يعني هم لم يذهبوا إلى هذا، عادوا وعينوا مئات الآلاف من الوظائف جديدة، زادوا العبء أكثر. الآن لدينا ربما 5 ملايين أو 6 ملايين موظف. هذا ليس لأنه هم يريدون موظفين ومحتاجين موظفين والدوائر محتاجة موظفة، لا، لأن الموظف عندنا بالعراق لا يشتغل أكثر من 8 دقائق بكل القياسات، لكن لكي يمتصوا غضب الشارع. لكن هم لم يحسبوا أنه نسبة البطالة عالية جدا جدا، وبين الشباب بالذات. ذلك الحديث عن منجزات في الشباب، 65% من العراقيين هم من الشباب، شعب شاب حقيقة، 65%، أكثر من 40-45% من البطالة الموجودة في العراق، اللي عددهم يعني رئيس نقابات العمال في العراق يقول 15 مليون، 45% من عندها من الشباب، وأكثر، أكثر من 50% من الشباب. هؤلاء يعني إذا الآن أنت عينت هؤلاء، وماذا ستفعل في السنة القادمة؟ ستظهر عشرات الآلاف جديدة، مئات الآلاف جديدة تحتاج إلى وظائف، هل ستعينهم أيضاً؟ هذا كله يأخذ من خزينة الدولة، يأخذ من الأموال. أنت تتحدث عن 154 مليار،
هذه ثلاثة أرباحها تذهب إلى رواتب والباقي يسرق، يذهب إلى الفساد والخراب. فأنت ما عندك يعني ما عندك إلا تشغيلية، ما عندك استثمارية، ما عندك بناء، ما عندك. سنتحدث عن منصة أيضا من ضمن المنجزات لتجميع أفكار الشباب، هكذا يعني ورد في يعني في بيان المنجزات. الدكتور قحطان، الحقيقة الرئيس الحكومة أنشأ منصة إلكترونية هدفها إشراك الشباب في محاربة الفساد والمخدرات، الفساد الذي تسيطر أو تقوم به أو رعاته والميليشيات وفرق الموت والأحزاب الطائفية. يعني نحتاج إلى منصات شبابية لمحاربة الفساد. العراق يحتاج له إلى قوانين وإلى تشريعات حقيقية وصارمة وإجراءات حكومية صارمة. هذه أم هذه منصة له إجراءات؟ لا بالتأكيد يحتاج دقة وإخلاص وتفاني في تنفيذ القوانين الموجودة. قوانين موجودة كثيرة صارمة بهذا الموضوع. الخير يكمن في من يتابع حقا ومن يحاسب ومن يكمل عملية التحقيق كما ينبغي. قد تكون المنصات إحدى الوسائل الحديثة، نأتي مع الحكومة لأحد معين لك لا يقولون أنتم متحاملون علينا كثيرا، ولكن المشكلة تكمن أننا نحن كمتابعين لمسنا المرة المليون أن أناس يمسكون بدلالات قاطعة وسرعان ما ينتهي اللي يعني يكون هو بخارج العراق، كما حصل مع قاتل أحد الثوار تشرين الله يرحمه يمكن السراج أو غيره، تبين أنه أكمل دراسة الماجستير في طهران ويفترض يكون هو خلف القضبان لأنه تم إدانته بقتل أحد المتظاهرين الشبان. إذن المشكلة تكمن عندي يعني ليس بآلية البحث أو الكشف أو يعني إخبار، بقدر ما عندي مدى مصداقية تطبيق القواعد والقوانين والأنظمة في المتهمين. وهو كما قلنا قبل قليل موضوع مال زهير، نور زهير، دليل قاطع على أن الحكومة على رأس رئيسها كان على أساس أنه قد تصدى لهذا الموضوع، ولكن سرعان ما أظهر التواصل الاجتماعي اللي دعا إلى رئيس الوزراء أن نور زهير بالتواصل الاجتماعي يقول جميعكم لدي تسجيلات تدينكم، لم تخرجوني فورا وأموالي سأكشفها، أخرج الرجل وكرم وأعفية وعوقب الذي مسكه يعني. نعم. فالمشكلة تكمن من مصداقية الحقيقة. قضية دكتور قحطان، الشباب كانت واحدة من مطالبهم، شباب تشرين خرجوا إلى الساحات يطالبون بلجم الفساد وإنهاء الفساد، فقتل منهم 1200، خرجوا إلى الشوارع يطالبون بإنهاء الفساد. هذا أيضا نقطة أخرى بالتأكيد الجانب الأخير، يعني هو أنت الشاب الصادق عندما يقدم الخلل لشخصه ولا يسلم من أصحاب الأخطاء التي هي تمسطر على الشارع العراقي، ولم يجد المواطن العراقي من يحمي ظهره عندما يكشف حقيقة كذا. إذن هالعملية أما أن تدخل ضمنا ما يسمى بمخبر السري، لأنه سوف أدخل أنا قحطان باسم آخر غير واحد وأبدي أعطي ما أعطي وبالتالي أسئلة. المهم أنا متى جدية إجراءاتي ضد الذين يتم فعلا القاء قبض عليهم ومسألتهم، مدى جدية الحكومة في حماية المواطن عندما يكون هو مخبر حقيقي وصول صحيح. هذا الخلل قائم، وبالتالي أعتقد هاي المنصة أو غيرها أيضا للسلاك المحلي. نعم. لكي يبدو حكومة عراقية متطورة تكنولوجيا. دكتور أيضا مهم أسمع رأيك بهذه المنصة الشبابية لمحاربة الفساد، يعني هذه الحكومة هذا الإجراء إجراء حقيقي يعني تريد فعلا الكبح جماح الفساد، أم هو نوع من يعني العبث أو اللعب الصبياني أو التضليل؟ منصة شبابية لمحاربة الفساد حقيقة هذا عبث، يعني ليس أكثر من عبث ومحاولة لتمييع الشغلة ولتسفيه القضية ومحاولة يعني فعلا بالعبث، لأنه يعني ببساطة جدا لو أنه الشباب فعلا تفاعلوا مع المنصة وقدموا معلومات كاملة عن الفساد والفاسدين، هل هناك إجراء قانوني قضائي ضد الفاسدين؟ هو السؤال هنا، يعني هل الحكومة أو كل أطراف الحكومة وكل أطراف العملية السياسية وكل الشعب العراقي لا يعرف من هم الفاسدون؟ يعني الفاسدون لا يعرف من هم الذين سرقوا أموال الشعب العراقي ومن يسرقون الشعب العراقي؟ يعرفونهم جيدا. والفساد يعني كمنظومة لا يمكن أن تتحرك إلا بغطاء،
وهذا الغطاء يجب أن يضمن لها الحماية. هناك رؤوس كبيرة، لذلك قالوا أنه تنظيف الفساد يبدأ مثل السلم، يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لا يمكن أن تبدأ من الأسفل وتصعد إلى الأعلى، لأنه الوساخة ستبقى كما هي، لن يعني يجب أن تذهب من الأعلى إلى الأسفل. إذا كانت الرؤوس الكبيرة هم يعرفونها، رؤساء الأحزاب، رؤساء الميليشيات، وزراء، نواب، كلهم هؤلاء كلهم اغتنوا وصاروا أثرياء. وعندما يكتب المركز الفرنسي يقول أنه في العراق الآن 36 ملياردير و16 ألف مليونير، هذا رقم كبير. العراق بهذا الحجم 36 ملياردير في العراق، من هم هؤلاء؟ ويتحدث عنهم، يقول رؤساء الأحزاب هؤلاء هم المليونيرية، ورؤساء الميليشيات، رؤساء الشركات المرتبطة بهذه الميليشيات، وهم قلة وسلطة ووزراء والنواب، والباقي الشعب كلهم من الفقراء. إذن هم يعرفون الطبقة الفاسدة، يعرفون من يسرق، يعرفون من يغامر. الآن قضية الدولار، من الذي يتحكم بها؟ الشعب هذا المسكين الفقير هو الفاسد؟ ما هي هذه القوى نفسها التي تتلاعب بالدولار؟ وضمن المنهاج الحكومي قال محمد الشياع السوداني سأسيطر على الدولار. ماذا الآن الدولار؟ اليوم 170 دينار، كان 130 الرسمي، لكن هو فعلا بالشارع 170. فبالتالي ماكو سيطرة على الدولار، والآن نفس الشيء، تهريب الدولار إلى الخارج ونفس القضية، والذين يدخلون إلى مزاد البنك المركزي ويأخذون من البنك المركزي هم متنفذين وأصحاب الميليشيات، وهم المسيطرين على الاقتصاد، وهم المسيطرين على التجارة. دكتور، بعد مرور سنة أكو يعني هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، هناك جهة اسمها هيئة المستشارين، ولعل دكتور رافع اطلع عليها، عملت استبيان أو استطلاع للرأي عند الرأي العام العراقي عن رأيه أو رضا أو سخطه على أداء الحكومة ورئيسه، فجاءت النتيجة 78% من العراقيين راضون تمام الرضا عن أداء الحكومة خلال السنة. والله حقيقة أستاذ ماجد، مثل هذه الحكومة، هيئة المستشارين، نعم نعم نعم، مثل هذه الحكومة عندما تعرض حتى درجات الحرارة في العراق الناس تكذبها. يعني حتى عندما تقول درجة الحرارة الآن 40 درجة، المواطن يقول كذب 50 درجة. الناس لا تصدق هذا الكلام، وهذا الكلام واقعي، واقع شيء والحديث شيء آخر. يعني يتحدث لي عن أمن وميليشيات وقتل وذبح واختطاف وما أعرف منه، يتحدث عن اقتصاد متطور وعدد الفقراء اللي تحت خط الفقر 13 مليون الناس، والتضخم في أعلى حالاته، والدولار والناس تستورد وغير قادرة تعيش، والذين يتركون المدرسة ويتسربون أعداد هائلة، المدارس في أسوأ حال، الصحة في أسوأ حال، الأمن في أسوأ حال، هذه والبطالة أعلى ما يمكن. هذه كذبة كبيرة لا يمكن تصديقها. وبالتالي حتى القرارات، لاحظ الآن في قضية فلسطين، قضية غزة، الحكومة تتحدث شيء والميليشيات تتحدث شيء آخر. الحكومة تريد أن تضبط الأمور وتتحدث بلغة ما أعرف من جايبتها، عدم جر العراق إلى حرب، نعم. والميليشيات تتحدث بطريقة أخرى، وقسم منهم على الحدود الأردنية، ما أعرف ليش وباقين على الحدود الأردنية، ليش؟ شنو علاقة الحدود الأردنية العراقية؟ يظهرون أمامهم لا أعرف. وباقي الميليشيات تهدد ويرفعون رايات ويهزجون في الشوارع وساحة التحرير، على ماذا؟ لا تعرف. هناك تداخل، هناك عبثية، هناك فوضى كبيرة. دكتور، من ضمن دكتور قحطان، من ضمن المنجزات اللي قدمتها الحكومة هو أيضا إنشاء منصة إلكترونية لتجميع أفكار الشباب والاستماع لهم لهمومهم وأحلامهم وطموحاتهم والصعاب اللي تواجههم. الحقيقة شيء جميل جدا يعني هذا، وربما يعني بادرة طيبة قد يبنى عليها في المستقبل. حلو، يعني شكلها حلو، اسمها حلو، حضارية، ولكن نرجع ونقول هذه الطموحات ممكن يتلمسها المسؤول العراقي من 60 قناة وقناة مباشرة مكتوبة. لكن المسألة الأساسية كما قلنا وأكدنا أنه من سيستمع ومن سيقرر وينفذ؟ إذا كانت بعض الطموحات تتناقض مع الخط العام للفصائل، الأحزاب، الكتل السياسية التابعة لقوى خارجية،
الشعب عندما يريد أن يقدم شيء إيجابي بالتأكيد على فكر للزراعة للصناعة. طيب أين برامج الحكومة للزراعة والصناعة والتجارة؟ الشعب أو الشاب يفكر لزيادة المستوى العلمي للجامعات. الحكومة تعين وزير التعليم العالي شهادته فيها شيء وفيها سينوجين. إذن نحن أمام مغالطات كبرى وكثر. هذه دائما أؤكد هذه عبارة عن محاكاة مغازلات لبعض التوجهات التي تبدو كأنها حضارية متقدمة. الشيء الآخر والأهم من هذا وذاك أن أنت الحكومة التي ادعيت لديك برنامج، بالتأكيد برنامجك هو يحتمل جانب كبير من الشباب. طيب أين برامجك من الشباب؟ أين دعمك للرياضة؟ أين دعمك للفنان؟ أين دعمك للشاعر الأديب لكذا؟ أنا سمعت قبل مدة أحد الزملاء عمل مهرجان السياب بالعراق أراد مساعدة من وزارة الثقافة، مساعدة شكلية فقط مجرد قاعة في بغداد يعطوها مجانا، والدعوة للشعراء العرب على الجانب الشبابي أو مجموعة من المثقفين، الوزارة عجزت عن تقديم قاعة، مجرد قاعة لكي يكون على مؤتمر، فعملوا مؤتمر المتنبي السياب في أربيل. إذن نحن أمام حكومة تدعي ما تدعي وتظهر ما تظهر من شيء إيجابي للواقع العملي بعيد جدا عن تطبيقها. ذلك أعتقد هذه المنصة تظل للسلاك المحلي لا تقدم شيئا، وأن خطية الشباب يسعون للنشر ولكن لينشروا على الأقل يروا أسماءهم موجودة على المنصات، ولكن لا أعتقد أن هناك تنفيذ نهائيا. نعم دكتور رافع، الحقيقة من المنجزات اللي يمكن النظر إليها على أنها منجزات هو أن الحكومة تنوي إنشاء مراكز للموهوبين الشباب في كل محافظة، رعاية الشباب والاهتمام بهم. خلينا نكمل السؤال. الموهوبين يعني شيء جميل جدا. جميل الحقيقة، لكن بالتنفيذ وين هذا؟ وين ينفذ؟ يعني في أي إطار ينفذ؟ ما الذي يمنع لا ينفذه؟ شيء بسيط هذا. طيب سأقول لك، أعطيك يعني مثالا ربما ينطبق عليها. عندما نتحدث عن الوزراء، وقبل شوية كنت تتحدث عن الوزراء أنه رئيس الوزراء راد يعني يزيح بعض الوزراء أو يغيرهم. لم يستطع. حتى لو استطاع، هي المشكلة في نوعية الوزير أم في الإطار الحاكم؟ لو الآن جئنا بدل الوزراء بروبوتات صناعية، هذه الروبوتات الآن العلمية اللي يسووها، جبنا هذا الروبوت وخليناه بنفس الإطار، سيلقنونه برنامجاً يتناسب مع هذا الإطار ولن يفعل شيئاً. أنت جيب لي وزير التعليم العالي، جيبه بروفيسور بالتربية والتعليم وما أعرف شنو، هل سيفعل شيئاً؟ لن يفعل شيئاً، لأنه الإطار الحاكم غير شكل. فلذلك أي برنامج، عندما يوضع أي برنامج حكومي ومن هاي المواهب الشبابية والكذا، عندما يوضع أنت تنظر إلى الإطار، هل هذا الإطار يساعد على التنفيذ؟ هذه البيئة والمناخ والأرضية مهيئة لاستقبال مثل هذه الأفكار؟ غير موجودة الحقيقة. هناك ما موجودة البنى التحتية لمثل هذه الأفكار. هناك كذبة. مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، هناك رأس مال لدعم المشاريع الصغيرة للشباب، إقراض الشباب ضمن مبادرة ريادة، يعني كلها أشياء طيب. جميلة ونبيلة. طيب أنا أنتج الآن هذا الموقف في العراق، أنتجه كشاب ويعطوني مبلغ والحكومة تساعدني حتى أنتج هذا المق، أنتجه وين أسوق لهذا؟ المن أبيعه؟ إذا كان كلفت علي تساوي مبلغ معين، نفرض صين موجود مثل هذا المق أقل من عنده بسعر كلش قليل موجود بالسوق وأجنبي، فالناس تذهب إلى هذا إيراني جزء إيراني. نعم 100%. ماكو حماية لمنتجك، أنت يجب أن تضع. لذلك أنا أتحدث عن الإطار. الإطار هذا عندما يكون إطارا وطنيا مخلصا برؤية بحقيقة بتنمية، يحميك، يضع لك قوانين لحماية منتجاتك صناعتك فموهبتك. فلذلك كل مراكز العناية بالمواهب، مراكز إنتاج صناعة، مشاريع، كلها ستزدهر لأن هناك إطار، هناك مناخ، هناك أرضية مساعدة، هناك بنى تحتية يعني تساعد على ذلك. أما غير موجودة وتريدني أنتج وتريدني تعطيني، بالعكس هذه محاولة لإغراء الآخرين
لرشوتهم لكي يبتعدوا عن الحال. هذا واقع الحال، لأنه ماذا تنتج وماذا تصنع وماذا تفعل في إطار خرب غير قادر، قوانين وناس مسيطرة عليه وعقول غير مسيطرة عليه وتوجهات غير شكل، وعراق ذاهب إلى طريق الخراب غير شكل. دكتور قحطان، هناك من يقول أنه لا يمكن التعويل على أي برنامج حكومي، لا هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة، والتجربة على يعني خلال 20 سنة تثبت وتبرهن على ذلك، لأنه على ذكر الدكتور رافع الإطار، لأن الإطار السياسي لا ينتج إصلاحاً، لا يمكن بناء آمال عريضة عليه. يعني هذا واقع لو نظرة متشائمة وسوداوية. لا، واقع جداً، يعني ليش هم متحامين على جهة معينة؟ نعم. وهذه التجربة أمامك، ويا ريت أنه ينبر أحد المسؤولين يقول قدمنا شيء معين إيجابي بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. ما منطين مجال دكتور قحطان، كل ما يسوون ما منطينهم مجال أنتم؟ احنا ما ننطي مجال، احنا انت دعمل لي امشي عدل احتر عدوك فيك، اعتبرني انا عدوك افتري عليك ما افتري، انت تقدم لي شيء وسكت العراقي وسكت قحطان غير قحطان، وقحطان غير قحطان شي يريد هذا البلد العظيم، هذا البلد الذي يعني عيب اصلا نقول عن البلد العراق عظيم، لا، كلمة العراق هي عظمة البلدان، شلون نقول شمس هي شمس؟ الآن هو في كل شيء متردد. امبارح يتحدث مع أحد الفضائيات على موضوع الكهرباء، قلت لهم على سبيل المثال عندكم أنتم حوالي 1,000,000 مولدة كهربائية بالعراق، كل واحدة يومية تصرف 1 برميل غاز، أنطي لفرنسا أو لأي شركة عملاقة 1,000,000 برميل يوميا يبنوا لكم موردات ضخمة خلال 2-3 أسابيع. يعني أنا ما يفكرون يقدمون شيء إيجابي، والزراعة تشهد تردي، العلم يشهد تردي، الثقافة قلت لك، الفن، الأدب، الشعر، الرياضة، كلها يشهد تردي، صراعات بينية حتى على مستوى الفريق الواحد، كل فريق ماسك جهة معينة مسلطة عليها وموصلة مستوياتها المدنية إلى أسفل، والخلافات البينية بين الجمهور وبين إداريات لأسباب المذهبية الطائفية العرقية. لم يستلم محفل المحافل العمل في العراق من المحاصصة والأنانية وال يعني بقية بنود، يعني بقية بنود البرنامج الحكومي المؤلف من 34 فقرة لن يكون أفضل حال من السابقات التي قدمت الآن؟ لا هو ولا القادم ولا القادم، وهي عبارة عن اشترار للكلام فقط، لن يقدموا شيء، لأنه نقول دائما الفساد متحكم والفساد لا يسمح بأي تقدم، والعملية السياسية أو أي وزارة تأتي هي نتيجة للفاسدين، يعني ليست جديدة، ليست إرادة شعب، هي إرادة قوة سياسية فاسدة، كلامي واضح، وبالتالي لا يمكن يقدم شيء، الخطأ لا يقدم شيء صح، هو خطأ قدم خطأ. شكرا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كان معنا في هذه الحلقة عبر سكايب، وشكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا في هذه الحلقة والتي بحثت فيما قدمته الحكومة على أنه منجزات كبيرة لبرنامجها أو جزء من برنامجها الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة إبان تشكيلها، بمناسبة طبعا مرور سنة على تشكيل حكومة السوداني. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.